السلام عليكم. أمر مثل هذا كان متوقع. متوقع. ليش؟ لأن ما في معايير ثابتة وما في تقييم ثابت لمن هم أسر الدخل المحدود ومن هو الشخص صاحب الدخل المحدود. يعني يطلع مسؤول في مدرسة ويحط المعايير بكيفه. ما في معايير ثابتة. ما في قرار واضح. المكرمة صدرت من جلالة السلطان الله يحفظه ويطول بعمره لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود. طيب أسر الضمان الاجتماعي ممكن يجيك بشهادة، أسر الدخل المحدود كيف نعرف أن هذا صاحب دخل محدود أو لا؟ هل نعتمد على الراتب؟ يا أخي في ناس راتبها مثلا 300-400 ريال لكن عندها مدخول من جوانب أخرى، وبالتالي هو الحمد لله رب العالمين عايش بخير وبركة. وفي ناس راتبها 700-800 لكن للأسف الشديد ما يبقى من راتبه إلا شيء بسيط جدا ما يكفي مصاريف العيال والبيت. عشان كذا كل واحد بيطلع يقولك لا والله اللي راتبه 500 ريال أو راتبه 500 ريال أو أقل يعتبر من أسر دخل محدود، يلا جيب لي شهادة راتب على أساس إنك تثبت. لا، اللي عليه سلفة وراتب أكثر من 500 ما يعتبر من الدخل المحدود. لا، تجيك مدرسة ثانية تقولك 400 ريال. أنا ما أدري اللي حاط يعني القانون هذا أو اللي حاط المعيار هذا للطلبة على أي أساس بنى هذا التصور اللي موجود عندنا أن صاحب 400 ريال يعتبر من الدخل المحدود. ما يعيش في المجتمع اللي حوله، ما يعرف اليوم أن 500 و600 و700 ما تكفي لأسرة مكونة من 4 أفراد من الالتزامات اللي موجودة، فواتير كهرباء وماي وتليفون وماكلت بيت وأقساط سيارة وأقساط بنك وغيرها من الأمور. شنو المعايير؟ لازم احنا نوجد معايير ثابتة لمعرفة من هم مستحقين هذه المكرمة. هي مكرمة لازم أن توزع لكل الطلبة المستحقين، لكن للأسف الشديد احنا الخلل دائما في المسؤول، الخلل دائما في المسؤول. يعني الواحد ما يبي يدخل في الذمم، بس أنا متأكد 1000000% إن في ناس تبي تستفيد من وراء مكرمة الطلاب. هو شلون يستفيد شخصيا من وراء المكرمة المخصصة للأسر الفقيرة والمعسرة والأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، بحكم أن ما في قانون واضح، وبالتالي هذا الأمر يجعل مسألة التلاعب في هذا الموضوع أمر سهل جدا، سهل جدا. لازم تكون أول ما اصطرت المكرمة لازم تكون في معايير واضحة وثابتة من أكثر من جهة حكومية، هي اللي تحدد من هو صاحب الدخل المحدود واللي يستحق هذه المكرمة، أو الطلبة والطالبات اللي يستحقون هذه المكرمة. وكل مدرسة في موجودة في أي ولاية، في أي ولاية موجود فريق خيري، روح اسأل الفرق الخيرية وقولهم من هم أصحاب الدخل المحدود عشان يعطونك. تحط المعايير بكيفك أنت، بمزاجك أنت، بالشيء اللي أنت تشوفه. أنت غير مؤهل لتقييم هذا الشيء، وبالتالي وضع مثل هذه الشروط في كل باب مدرسة تلاقي تشك لافتة محطوطة. يلا أسر الدخل المحدود لازم راتبهم كذا، كل واحد بكيفه، كل واحد يسن قانون بكيفه ويحط الشروط اللي هو يبغيها على مزاجه. أتمنى حقيقة أن يكون في توضيح كامل في هذا الجانب، من هم مستحقين هذه المكرمة، ويجب أن تصل إلى مستحقيها. مستحقي لازم توصل لهم، ولازم تكونوا حاطين شغلة في عين الاعتبار. كل بني آدم يدرس في المدارس الحكومية من ذوي الدخل المحدود، اللي دخله زين واللي عنده فلوس واللي الله مان عليه عياله في المدارس الخاصة.